قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا غرد بن سنان عن عباده بن نسيب عن غضيف بن الحارث انه قال: قلت لعائشه رضي الله عنها: ارايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل من الجنابه في اول الليل او في اخره؟ قالت: ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره. قلت: الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. قلت: ارايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يوتر اول الليل ام في اخره؟ قالت: ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر في اخره. قلت: الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. قلت: ارايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يجهر بالقران ام يسكت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله اكبر، الحمد لله الذي جعل في الامر سعه. ثم ورد ابو داود الحديث رحمه الله حيث ترجم: باب الجنب يؤخر الغسل، يعني ان الغسل لا يلزم على الفور، يعني بعد الجنابة مباشرة فله ان يعني يبقى بدون اغتسال، له ان يبقى بدون اغتسال، وليس واجبا على الفور الذي هو الاغتسال، لأنه جاء ما يدل على ذلك في الأحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن غريث بن الحارث لما سألها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أوله وربما اغتسل في آخره، يعني معناه إذا حصل من الجماع في أول الليل يحصل منه أحيانا أنه يغتسل في أول الليل، يعني معناه أنه يبادر، وأحيانا يؤخره، وأحيانا يؤخره يعني إلى آخر الليل. وهذا يدلنا على أن الغسل ليس على الفور، وأنه يمكن أن يؤخر، لكن المستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضئا، أن يكون الإنسان متوضئا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، فإنه يكون متوضئا على سبيل الاستحباب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربما اغتسل في أوله وربما اغتسل في آخره، ومحل الشاهد منه قوله ربما اغتسل في آخره، لأن هذا هو تأخير الغسل، ربما اغتسل في آخره، يعني جامع في أول الليل واغتسل في آخر الليل، واغتسل في آخر الليل. إذن هذا يدلنا على جواز تأخير الغسل، لكن مع تأخيره المستحب أن الإنسان يكون متوضئا حتى يخفف الجنابة وحتى يذهب أو يزيل الآثار التي حصلت نتيجة لذلك الجماع، بحيث يكون نظيفا، يعني ليس على جسده وليس في بدنه شيء من آثار الجماع، وذلك بغسل فرجه وكونه يتوضأ.